اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار. ده انا هطلع عيني. واحب احذرك اي محاوله للفرار هتقع تحت في بير ملوش قرار. دي حقيقه. ومش عايزين عند علشان رامز نيفر اند. اول حاجه لازم اقولها لك، هنمر بكذا مرحله مع بعض. ايه بقى تاني؟ اول مرحله اسمها مرحله الشفافيه. اللي ايه يا اخويا؟ انت مكتفني بقى. هسألك سؤال. هتكهرب؟ هسألك سؤال وعايزك ترد بكل صدق. هتكهرب؟ انا مجنون اولا ده صاحبي. سلام ده ليه بقى يا جماعه؟ انا مجنون اقسم بالله. رحمه ابويا في تربيتي. انا مجنون. هنصلي على النبي. هنمسكها. لا 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 هنصلي على النبي. اولا الصلاه والسلام 80,000 فولت دلوقتي بعد البرنامج. طبعا في انت عارف المذيعات والمذيعين لطاف قوي. هيجيبوك يقول لك انت كنت عارف المقلب. اقسم بايمانات الله انا ما اعرف حاجه. انا بضحك عليا اقسم بالله. بس صادق صادق. تاني مرحله اسمها مرحلة التصالح مع النفس. في حاجات انا والسقا عملناها مع بعض ما حدش في مصر يعرفها. يخرب بيتك. كان في ماتش الاهلي والزمالك. لا 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 ما ينفعش. عيب. لا ما ينفعش. الناس والله ما ينفع. جمهورك. اقسم بالله ما ينفع. جمهورك. يا ابن المجنونة. احنا كنا شباب ومجانين. يا ابن المجانين ما ينفعش. لا لا. وحياة دينك. انا صريح. ورحمة ابوك. انا صريح. ورحمة ابوك وامك ما تقول اسماء. قال لي بقول لك ورحمة ابوك وامك ما تقول اسماء. يا ما تقولش اسماء. لا بس كلمت رامز الساعه 4 الصبح. ايوه. رحنا حته وعدى عليها في البيت. عديت عليه في البيت خدته بالعربيه السيد. بالظبط. اه كان ورحنا مشوار كده. أيوة. المشوار ده في عربيه بيتنقل بيها حد معين يعني. سدينا له الكوالين بهوات كبريت. ممكن نقول اسم الدكتور؟ لا لا لا. هات امك. لا من باب الادب. لا ده حبيبنا. من باب الادب. ده حبيبنا والله العظيم. هو بيحبني. من باب الادب. اقول لك على حاجه. هو عارف. ورحمه ابوك. هو عارف. ورحمه ابوك. هو عارف. ورحمه ابوك وامك. لا خلاص بلاش دي. هنقول